الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسعدنا وإياكم، وأن يبارك فيكم، وأن يجعل الجنة مثواكم، ونسأله جل وعلا للجميع علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة ولسانا صدوقا وجوارح مطيعة. وبعد، فبإذن الله جل وعلا نتدارس شيئا من أحاديث كتاب الوضوء من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فلنستمع لشيء من الأحاديث التي وردت في هذا الباب، فليتفضل القارئ مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلد السيوف، قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله عنه ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب رضي الله عنه، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. قال: ثم إنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين. قال: وفيه خرب، وكان فيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع. قال: فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة. قال: وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قوله في هذا الحديث: قال أنس هو ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان ذلك في الهجرة، وهي في أوائل التاريخ الإسلامي. قال: فنزل أعلى المدينة، يعني في أرفعها وأعلاها، وهو أول قدوم الإنسان إلى المدينة، في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف. كانت المدينة فيها ضواحي متعددة بجوارها، يسكن في كل ضاحية جماعة مع قرابتهم، وكان من هؤلاء بنو عمرو بن عوف. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أول ما قدم إلى المدينة 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، وبنو النجار من الأنصار، وهم أخوال والد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهم من أجل أن يأخذ أرضاً كانت لهم يريد أن يبنيها مسجداً. فلما أرسل إلى بني النجار ظنوا أن هناك ما يحتاج إلى أن يكونوا متأهبين بالسلاح، فجاءوا وهم متقلدو السيوف، قد وضعوا سيوفهم على أعناقهم يتجهزون لأي أمر يأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وكان سن أنس في ذلك الوقت قرابة 10 سنين، وأنس توفي قرابة 92، وسنه فوق 100 سنة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر وبكثرة الولد. يقول:
لقد دفنت من صلبي 120، يقوله أنس رضي الله عنه. قال: فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، يعني الناقة التي يركبها ويرتحلها، وأبو بكر رضي الله عنه ردفه، يعني قد ركب على الناقة خلفه، وملأوا بني النجار حوله يسيرون معه، حتى ألقى، يعني نزل بفناء، أي بالأرض الواسعة المقابلة لدار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وسكن في دار أبي أيوب. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه ترك ناقته، وكان كل من أراد أن يمسكها يقول له: دعها فإنها مأمورة، حتى نزلت في هذا المكان. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، لأنه يبادر بالصلاة فيصليها في أول وقتها في أي مكان يكون فيه. وكان مما يصلي فيه مرابض الغنم، يعني المواطن التي تربض وتسكن فيها الأغنام. قال: ثم إنه أمر ببناء المسجد، يعني المسجد النبوي في المدينة، فأرسل إلى ملأ بني النجار، وكانوا هم ملاك الأرض وأصحابها، فأرسل إليهم أن يأتوا إليه، فجاءوا. فقال: يا بني النجار، ثامنوني، أي كم ثمن بستانكم هذا؟ ثامنوني بحائطكم هذا، أخبروني بمقداره وثمنه من أجل أن أدفع لكم ثمنه. فقالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى. فلم يريدوا له ثمنا. قال أنس: فكان فيه، يعني في هذا الحائط الذي لبني النجار، ما أقول لكم، كان فيه قبور لبعض المشركين قد دفنوا هناك. قال: وفيه خرب، أي مواطن مهملة متروكة، فيها شيء من القاذورات التي لا يرغب فيها. وكان فيه نخل في هذا الحائط، وذلك أنه مسور بسور وحائط يحوطه دون غيره. فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأرض، أمر بقبور المشركين فنبشت ونقلت من ذلك الموطن إلى موطن آخر، ثم أمر بالخرب فسويت ووضعت على مساحة مستوية لا اعوجاج فيها، ثم أمر بالنخل فقطع من أجل أن يبني المسجد في ذلك الموطن. قال: فصفوا النخل، بعد أن قطعوا النخل وضعوه في قبلة المسجد ليكون بمثابة الجدار له في الجهة الجنوبية، ليكون قبلة للمسجد، وجعلوا عضادتيه، أصل عضادتي الباب ما يكون بين طرفي الباب، فكانوا قد جعلوه من الحجارة. قال: وجعلوا ينقلون الصخر، أن يأتون بالحجارة والصخر من مكان بعيد من أجل أن يبنوا به المسجد، وهم يرتجزون، أي يقولون أشعارا تنشطهم على العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يرتجز، وهم يقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قولهم لا خير، أي أنه لا يوجد دار أفضل ولا أحسن من تلك الدار التي فيها خير لا ينقطع ونعيم لا يكدر، فاغفر، أي تجاوز عن الذنوب والمعاصي التي تكون لهم. فهذا الحديث فيه فوائد، منها مشروعية الهجرة،
كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وفيه ذكر مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وفي الحديث إشارة إلى ما يوجد بالمدينة من الأحياء والضواحي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سكنها أول قدومه. وفي الحديث فضل بني عمرو بن عوف، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام عندهم 14 يوما. وفي الحديث فضل بني النجار ومكانتهم سواء في استدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو في تأهبهم لنصرته أو في إعطائهم للأرض ليبنى فيها المسجد بدون مقابل. وفي الحديث ركوب الناقة والتنقل بها والارتداف عليها، وفيه أن الرجلين الفاضلين لا بأس أن يرتدفا في راحلة واحدة. وفي الحديث أيضا السير في ركاب أصحاب الفضل والمكانة. وفي الحديث فضل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وفي الحديث استحباب مبادرة الإنسان للصلاة في أول وقتها حيث كان في أقرب مسجد يكون له. وفي الحديث جواز الصلاة في مرابض الغنم، وقد استدل بهذا الحديث على أن روث بهيمة الأنعام طاهر، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم. وفي الحديث فضيلة بناء المساجد والترغيب في ذلك، حيث كان من أوائل عمل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة. وفي هذا الحديث انتزاع ملكية الأرض التي يراد فعل مصلحة عامة فيها، حيث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض للمصلحة العامة. وفي الحديث تثمين ما يؤخذ للمصلحة العامة بحيث يدفع ثمنه لملاكه بحسب قيمته المعتادة. وفي هذا الحديث جواز أو مشروعية وقف الأراضي لتكون وقفا لله تعالى، ومن ذلك أن يبنى عليها المسجد. وفي هذا الحديث أن وقف الأرض التي يبنى عليها المسجد يتم باللفظ ويتم بالفعل، ففي اللفظ عندما قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى. وفي هذا الحديث نبش القبور في التي تكون في مكان عام من أجل المصلحة العامة. وفي الحديث أن القبور لا يصح أن تجعل في المساجد، ولذا نبش النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبور من مكان المسجد، وفيه دلالة على عدم جواز بناء المساجد على القبور. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد إصلاح المدن وترتيبها ليكون سكناها على أكمل الوجوه. وفي الحديث ترتيب المساجد وتهيئتها والعمل بما يصلحها. وفيه الاجتماع في التعاون على مشاريع الخير من مثل بناء المساجد. وفي الحديث البناء للمساجد من الحجارة ومن النخيل. وفي الحديث أيضا جواز قول الشعر بما لا
يذم به الإنسان، وفيه الارتجاز بالأشعار للتنشيط على العمل، وفيه التذكير بفضل الآخرة وما فيها من الخيرات العظيمة. وفي الحديث أيضا الترغيب في أن يدعو الإنسان لنفسه ولإخوانه بالمغفرة. وعن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. قوله عن ميمونة هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية، وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في السمن، يعني ماذا يفعلون وهل يتنجس السمن بهذه الفأرة، والظاهر أن الفأرة ماتت، فالكلام عن هذه الفأرة التي ماتت، وإلا لو أنها خرجت لما أثر ذلك على السمن على السمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها، أي أبعدوها عن هذا السمن وخذوها منه واجعلوها في مكان آخر. قال وما حولها، يعني ما كان قريبا منها، لأنه سيتأثر بهذه الفأرة الميتة، فاطرحوه أي ألقوا ما حول هذه الفأرة وكلوا سمنكم، يعني كلوا بقية السمن، لأنه لا يحكم بنجاسة إلا ما كان قريبا من هذه الفأرة الميتة. وفي هذا الحديث دلالة على نجاسة الفأرة، وفيه أيضا دليل على الترغيب في تنزيه المائعات ونحوها من سقوط الدواب فيها. وفي هذا الحديث أنه إذا ماتت فأرة في سمن فإنه يتم إلقاؤها وإلقاء ما حولها. وفي هذا الحديث من الفوائد أن بقية السمن يبقى على طهارته وجواز الأكل منه، فهذا في السمن. ومن المعلوم أن السمن قد يتجمد قليلا وبالتالي يقتصر التأثير على ما حوله، وأما بالنسبة للزيت فقد وقع اختلاف فيه، وقد جاء في بعض الروايات الأمر بإلقاء الزيت كله، ولكن تلك الرواية تكلموا فيها وقالوا بأنها من لإدراج في الحديث، فهي من كلام سعيد بن المسيب، فظنه بعض الرواة من نفس الحديث، وإنما هي اجتهاد. ولذا قال طائفة من أهل العلم بأن الزيت يلحق بالسمن، فإذا وقعت فيه فأرة ألقيت الفأرة وما حولها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، تكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك. قوله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده، أي يقسم بالله جل وعلا الذي بيده تصريف الأمور وهو الذي يدبر الأمر، ومن ذلك ما يتعلق بنفوس الخلق، فهو قادر على قبضها وقادر على إرسالها. قال كل كلم، الكلم يعني الجرح الذي يصاب به الإنسان، والمراد به هنا الجروح التي تكون في الجهاد. قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله، يعني وهو ممن يجاهد لإعلاء كلمة الله تعالى
والله أعلم بمن يكلم في سبيله، فإن النيات علمها عند الله ولا يطلع عليها إلا هو سبحانه وتعالى. تكون أي إذا جاء يوم القيامة كانت تلك الجروح على هيئتها، على هيئتها إذ طعنت، أي إذ جاء فيها الجرح وسال منها الدم، تفجر، يعني أن الدم يخرج منها بدون أن يكون هناك ضرر على صاحب تلك الجروح. اللون لون الدم على حمرته وصفائه، والعرف يعني الرائحة عرف المسك، أي طيب ريحتها ريحة الأطياب التي يتطيب الناس بها. ففي هذا الحديث من الفوائد جواز الحلف بالله عز وجل ولو لم يطلب من الإنسان إذا أراد أن يؤكد كلامه، خصوصا مما قد تقع فيه أسباب تجعل النفوس تتردد عن الإقدام على ما يطلب منهم فعله. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد فضيلة الجهاد في سبيل الله تعالى وعظم أجر من يقتل في سبيله أو من يجرح في سبيل الله تعالى. وفي الحديث الأمر بتصفية النية، بأن يكون مقصود الإنسان بأعماله أن يرضي الله تعالى وأن يحصل على أجر الآخرة. وفي الحديث أن الجزاء من جنس العمل. وفي الحديث أن ظواهر الأشياء قد لا تكون على ما يتصوره الإنسان، فإن هذا المكلوم يأتي يوم القيامة والدماء تتفجر منه بدون أن يكون عليه مضرة منها، بلون جميل ورائحة حسنة، وبالتالي فليست على ظاهرها. وفي الحديث استحباب أن ينوي الإنسان بنيته التقرب لله تعالى. وفي الحديث جواز استعمال المسك والتطيب به، وأنه لا حرج في استعماله، فإنه قد يقول قائل بأن المسك يخرج من الغزال وهو دم الغزال عند بعضهم، وبالتالي قد يتحرج الناس من استعماله، فهذا الحديث فيه دلالة على جواز استعماله والتطيب به. والمؤلف أورد هذا الباب، هذا الحديث في هذا الباب من أجل الكلام على الدم وأحكام الدم. وسبق أن تكلمنا عن أن الدم نجس يلزم غسله على الصحيح كما قال بذلك الأوائل، وحكي إجماع حكاه جماعات، وإنما خالف فيه المتأخرون بعد تمام القرن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يسعدنا جميعا وأن يجعل نياتنا صافية له سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ممن أدى الطاعة رغبة في رضاه، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يسعدهم في دنياهم وأخراهم، وأن يجعل العاقبة الحميدة لهم، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى، وأن يغفر لأموات المسلمين، وأن يسكنهم فسيح جناته، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين، بارك الله فيهم وجزاهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.